وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تشاهدون الآن السهم مع مظهر شاهين. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدى كان الصدوق كان الأمين، كان الأمين مسلم وسهم الحق عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. مسلم وسهم الحق عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة والسهم. الديمقراطية، بحس ساعات ان احنا يعني كان من سنتين كده او من اكتر من كده شويه، كان فيه تصريح للدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء السابق، كان قال فيه ان مصر غير مؤهله للديمقراطيه. الكلام ده ايامها زعل ناس كتيره جدا، وانا شخصيا زعلت. اعتقد احنا جات لنا الفرصه لحد عندنا عشان خاطر نبرهن احنا فعلا نعرف نعيش في جو كل حريه ولا ما نعرفش. الفرصة ديت يعني يمكن أول اختبار لينا اختبار حقيقي. احنا يعني ساعات بحس عن نفسي أنا شخصيا إن اتعودت أتكلم وأعلق وأنقد جوه نفسي بديمقراطية. وعلى فكرة الديمقراطية يعني مش هو المصطلح، أنا مش بقصد المصطلح اللي يعني التحرر من الدين، لأن في ناس من إخواننا لهم تحفظ على هذا المصطلح، بيقول لك الديمقراطية معناها عند اللي اخترعوها ان الانسان يحكم نفسه بنفسه من غير ما يدخل شرع ربنا. مش دي الديمقراطية اللي انا اقصدها. انا اقصد الديمقراطية هي ان الانسان يمارس حقه الطبيعي في التعبير في الحرية، وهو تحت الغطاء الشرعي، وهو مقيد ومنضبط بضوابط الشرع، عشان ما حدش يفهمني غلط. فلما جات الفرصة ليا ان اتكلم بحرية وإن عبر عن رأيي بحرية، حاسس إني مش قادر. أنتوا عارفين واحد بقاله مثلا أكتر من 30 سنة مستعبد، زي واحد اتعود دايما أبوه يقول له يمين شمال، اعمل كذا سوي كذا، اتجوز دي، اعمل سمي ابنك كذا، كل من فلان، ما تاكلش، اتعود على ده كله. وفجأة لما أبوه قال له اعمل اللي أنت عايزه، ما بقاش عارف يعمل حاجة. مستني حد يقول له اعمل إيه؟ مستنى حد يقول له يمين ولا شمال، نعم ولا لا، اوافق ولا ارفض، اشوف دي ولا ما اشوفهاش. وده مش هينفع. انا مش عاوز حد يشمت فينا ويقول ان احنا فعلا مش مؤهلين. انا خايف ان احنا عند اول اختبار لينا نفشل، وبزعل لما الاقي حد متمسك برايه ورافض الاخر، والتاني برضه متمسك برايه ورافضني. ما ينفعش. احنا عاوزين بقى ان الاوان ان احنا نسمع بعض، وانا اعبر عن رايي من غير ما ازعل منك لو كان رايك مختلف، وانت تعبر عن رايك من غير ما تزعل مني لو كان رايي مختلف. هي دي الحياه اللي احنا عاوزين نعيشها. عاوزين بقى ما نبقاش بالعصايه، ما نبقاش بالكرباج، ما نبقاش يعني بننفذ اوامر وبس. ويبدو ان مرحله تنفيذ الاوامر وبس كانت مريحه لينا، كانت مريحه. انت قول اللي انت عايزه وانا هعمل اللي انا عايزه، كانت مريحه. احنا عاوزين، مش عاوزين يعني نمشي في طريق في اخره نقول او حد يقول لنا احنا ويزعلنا ونسمع منه مش قلت لكم كان زمان احسن، مش قلت لكم احنا غير مؤهلين. لا، مش عاوزين نسمع دي. وانا براهن، لازلت براهن على حضراتكم وعلينا وعلى الشعب ان احنا هنكون فعلا شعب متحضر. دي مقدمة كده النهاردة قبل ما نخش في فقراتنا الرئيسية، نبدأها بفقرة نقاط فوق الحروف بعد فاصل قصير. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدى كان الصدوق كان الأمين. طبعا أنا هستجيب جدا لأوامر القوات المسلحة إننا محدش فينا النهاردة يتكلم عن التعديلات الدستورية سواء بالرفض أو بالإيجاب.
ولكني بس هتكلم في حاجة واحدة. فاكرين لما عملنا اللجان الشعبية أيام ما كان فيه فوضى وكان فيه ضرب نار وكان فيه ناس خارجة من السجون وكان فيه بلطجة في الشوارع؟ فاكرين؟ وكانت تجربة رائدة، وأعتقد اللجان الشعبية من الأسباب الرئيسية في نجاح الثورة، إن احنا أمننا الناس، وقفنا تحت البيوت، بقى أهالينا يناموا وهم مطمنين، مفيش حاجة اتسرقت، قاومنا اللصوص، وفشلنا اللي كانوا نفسهم يوصلوا البلد لفوضى. دحرناهم، قلنا لهم برضو مش هتنجحوا في دي، وما نجحوش بالفعل في دي. أنا نفسي اللجان الشعبية دي بكرة تبقى في كل لجنة. أنا عارف الشرطة موجودة والجيش بيشرف وكل حاجة تمام، لكن عاوز نتعاون مع الجيش والشرطة بكرة. بكرة أهم من اللي فات، لو فشلنا بكرة تبقى مصيبة وكارثة، وهنشمت فينا اللي ما يستاهل واللي ما يستاهلش، وهيبقى كل اللي عملناه في الثورة راح على الأرض، وكل شهنائنا اللي ماتوا ضمهم راح حضر، والناس هتقول لنا مش قلنا لكم الماضي كان أحسن ومش كده وبس. وهتبقى الفرصة بقى سانحة أمام البلطجية واللصوص وأعداء الثورة، الناس اللي لهم مصلحة إن مصر تستمر في فوضى، هتبقى الأرض بالنسبة لهم خصبة. فأنا بناشد حضراتكم، أرجوكم بكرة بدل ما يبقى فيه هرجلة قدام اللجان، بدل ما يجي واحد يعمل لك إسفين فيوقع الدنيا في بعضها، بدل ما نسمع إن في لجنة فيها ضرب بالرصاص أو فيها بلطجية أو واحد مات والإشاعات تكتر ويطلعوا لنا مصر في النهاية بشكل مش كويس ويزعلونا ويفرجوا علينا العالم، أنا عاوز كل بلد شبابها المحترمين اللي كانوا غاية في الأدب والاحترام أيام الثورة يقفوا قدام اللجان بكرة، ينظموا الصفوف ويرتبوا الأوضاع ويسلموا على أخوانهم الشرطة، رجال الشرطة، ويساعدوهم في الانضباط. ما هو حاجة من اتنين، يكون فيه انضباط يا ما فيش انضباط. الشرطة خارجة من تجربة فيها مرارة، ولسه العلاقة بينها وبين الشعب يعني فيها شوية حاجات كده، فمش عاوزين واحد يجي يقوم ماسك في خناق عسكري ويقوم الضابط ضرب رصاص، ويقوم واحد ضرب رصاص على الضابط ويقول لك الحق الشرطة وقعت في الشعب والشعب وقع في الشرطة، ويبقى في النهاية ده اسفين معمول فينا. لا، عاوزين لو واحد عمل كده اللي يقبض عليه واللي يمنعه واللي يفشله في مهمته واحد من الشعب، واحد من المواطنين هو اللي ياخده على جنب ويهدي الأمور ويطيب الخواطر. ولو حتى رجال الشرطة بكرة اتعصبوا نستحملهم شوية، وبقول لرجال الشرطة لو حد من الشعب اتعصب استحملوهم شوية، بكرة احنا في رهان مع نفسنا ومع العالم كله ومع الحاضي والماضر والماضي، الحاضر والماضي والمستقبل. فعاوزين انضباط، لجان شعبية يا جماعة قدام كل مدرسة، كل وحدة صحية، كل لجنة معمولة، نأمن ونظبط ونقف، وواحد واقف بمية، وزي ما كنتوا واقفين كده في التحرير بالورود وبالمية وبالسندوتشات وكنتوا بتأمنونا وتفتشونا عايزين ده كله يكون موجود بكرة بمنتهى الأدب والاحترام. النهاردة جالي مجموعة من المعاقين لهم شكوى، وأنا ببعت الشكوى دي للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، تحية طيبة وبعد، بيقول إن هم جم لمجلس الوزراء، قابلهم أمين عام مجلس الوزراء الأستاذ ثاني سعد زغلول واللواء أبو طالب مدير مكتب رئيس الوزراء، مقابلة ما ريحتهمش، مقابلة زعلتهم، مقابلة شافوا منها إن مش ده اللي كان هم منتظرينه منهم. والأسماء دي هي تامر عبد المقصود أبو ريا وحرمه، وأحمد كمال عبد الستار عالم الدين، وخالد عبد التواب، وفهد محمود عبد القادر، وهشام العربي، دولة ومعاهم ناس كتير بيفكروا يعملوا اعتصام ويروحوا يقفوا قدام مجلس الوزراء ويقعدوا في التحرير. قلت لهم استنوا شوية، هنعرض الأمر النهاردة في الإعلام، ويا رب حد يوصل صوتنا لرئيس الوزراء أو السادة اللي ذكرت أسمائهم، يقابلوهم في المكتب ويحلوا مشاكلهم. إخواننا المعاقين بقالهم 4 سنين واقفين في الشارع متمرمطين ومحدش سمع لهم، ومشوا اللي ما كانوش بيسمعوا لهم، أعتقد بقى اللي جم المفروض يسمعوا. ودي شريحة بنتكلم في 10 مليون مواطن مصري وأكتر من كده معاق، مش بنتكلم في 5 ولا 6 ولا 7 ولا 10، 10 مليون مواطن مصري معاق لهم مطالب، آن الأوان إن احنا نسمع لهم، دول إخواننا وإخواتنا، نسمع لهم ونحقق لهم مطالبهم، وما ندهمش فرصة إن هم يقفوا في الشارع ويعطلوا المرور ويعملوا اعتصامات فردية، ويعني مش عاوزين ده يحصل إن شاء الله. فاكرين الحلقة اللي فاتت اتكلمت عن مئذنة؟ كنت معدي في الطريق لقيت مدنة من غير جامع، وكان أول مرة بصراحة أشوف مدنة من غير جامع. كنت دايما أسمع الناس تقول يا جماعة فيه جامع،
محتاجين، انتوا شايفين المدنة دلوقتي قدامكم على الشاشة، كنت دايما اسمع يا جماعة فيه جامع محتاج مدنة، المرة دي بقى بنقول يا جماعة فيه مدنة محتاجة جامع، فالموضوع غريب شوية. انا بعد ما عرضت الحلقة جالي توضيح من الاستاذ عكاشة عبد السلام محمدين من بني سويف، بيقول والكلام على عهدته ان هو تقدم بطلب للاوقاف بني سويف ودفع 50,000 جنيه زي ضمان كده، او يعني عشان يكون جد في مسألة البناء، وان ان هو خصص ايراطين من الارض الزراعية علشان يبنى عليه مسجد ومجمع اسلامي، وان جاري الترخيص. طبعا انا سألته هل في موافقات من وزارة الزراعة او في موافقات من الطرق ومن هيئة الطرق، قال لي ان هم بيشترطوا الاول تكون في موافقة من الاوقاف، وهو جاب موافقة الاوقاف. فيعني اعتقد هل، او السؤال اللي انا بقوله، هل الزراعة هتدي له موافقة بناء على موافقة الأوقاف ولا مش هتدي له؟ الكلام على عهدته هو. على أي حال إحنا مش بنشكك في زمن حد، وإحنا نفسنا الدنيا كلها تبقى أعمار. أنا كان زعلي إن يكون ده تعدي على أرض زراعية، أما وإن هناك ترخيصات أو في إجراءات في الترخيصات نحن نحترم هذا الأمر، وكان حقه علينا إن إحنا نوضح هذا الموضوع ونرد في نرد له اعتباره، أو يعني حق الرد يكون مكفول لأي حد نتكلم فيه. النهاردة جات لي أخت كريمة ست فاضلة ومعاها حذاء، ولقيت على الحذاء مطبوع تحت في النعل من تحت كده الحذاء مطبوع كلمة بالإنجليزي، لما تقلبها تبقى يعني معلش سامحوني يعني أنا آسف جدا لفظ الجلالة. فأنا الحقيقة صعقت جدا، فكان واجب علي أن أنوه اللي هيشتري أي حذاء يبص في النعل بتاعه. ساعات بيكون في آيات قرآنية مكتوبة أو لفظ الجلالة أو إشارات دينية أو كلمة محمد أو ما إلى آخره، اقلب الحذاء. لو لقيت في حاجة كده أو شكيت حتى أن الكلمة دي تكون كده، سيب الحذاء واشتري غيره. لو كلنا ما اشتريناش البضاعة دي وسبناها في رقبة اللي صنعها وتسببنا في خسارته عشان هو ما كانش نيته سليمة، أو على الأقل ما كانش حريص أو عنده الاحتياط الكافي في انه يعمل يحافظ على 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 هذه المقدسات، يبقى اعتقد هنغير وهنصلح لما البضاعه تتكركب عنده ويرجعها اللي اشتراها منه وتبقى عنده. بعد كده هيجيبوا لنا بضاعه ما فيش فيها اي شبهه ولا فيش فيها اي حاجه. يبقى اللي هيشتري حذاء يبص في النعل بتاعه، لقى في حاجه في شك كده يسيبها عند صاحبه ويشتري حاجه تانية ان شاء الله. ديت نقاط فوق الحروف سريعا، وانا مش عايز اطول عليكم النهارده. معانا النهارده مسجد، المسجد ده ليه قصه غريبه جدا. المسجد ده بني في قرية طوخ مزيد مركز السنطة محافظة الغربية. من أسبوعين اتصل بيا اللي بنى المسجد اسمه الحاج شناوي أبو راضي، اتصل بيا علشان خاطر أروح أفتتح هذا المسجد ونصور ونحضر الافتتاح وما إلى ذلك. الكلام ده كان يوم الأربعاء، أنا كان عندي خطبة في ميدان التحرير، الخطبة اللي حضرها أعتقد الدكتور عصام شرف أو اللي بعدها في ميدان التحرير. فقلت له بس أنا مرتب إن هخطب الجمعة في ميدان التحرير الجمعة الجاية، وكنت بقالي فترة في التحرير، فأصبر عليا بس أسبوع واحد وأنا هاجي بكاميرا وهنصور عندك ونحضر الافتتاح وما إلى ذلك. رفض وأصر على الرفض وقال لي عشان خاطري طب حاول طيب كذا. أنا برضو كنت خلاص الترتيب اشتغل والناس مجهزين نفسهم وهيبقى في التحرير، قلت له أنا ما أقدرش. فقال لي طب خلاص أنا هعمل افتتاح لأن أنا عزمت الناس وعملت كروت وجايب ناس من مصر وما إلى ذلك، فهعمل افتتاح. قلت له توكل على الله افتح المسجد، وأنا أوعدك بعد كام يوم كده أجيب كاميرا ونيجي نصور المسجد وعشان نشجع الناس على بناء المساجد، وبنفرح قوي لما نلاقي حد بيبني مسجد وكده. هذا الرجل اللي نسيت أقوله أنه باع أرضه كمية كبيرة جدا أو قطعة كبيرة من أرضه، وهو ما كانش بيخلف، هو لا ينجب، باع أرضه وبنى المسجد على مساحة إيراطين دورين، وكان حلم حياته أنه هو يبني المسجد ده ويفتتح المسجد ده وعايش ليه. فقلت له أجل الموضوع أسبوع، أصر على الافتتاح. افتتح المسجد يوم الجمعة، الجمعة اللي بعدها صباحا توفي هذا الرجل، رحل إلى ربه سبحانه وتعالى، توفي. فقلت سبحان الله، يعني لو كان ولو من الشيطان لكن بقول يعني استجاب لي وأجل الافتتاح أسبوع زي ما قلت له ما كانش حضر افتتاح المسجد. فالمسألة بالنسبة لي كان فيها موعظة، يعني إصراره وإن ربنا عز وجل يكافئه بأنه يحقق له أمنيته في أنه يفتح المسجد، وأنه وهو ما كانش بيخلف فكان حاسس أن هذا المسجد هو ابنه وهو ذكراه وهو تخليد له بعد موته.
وانه يصر على الافتتاح وفي الوقت اللي انا بعتذر له فيه وبعدين يموت بعدها باسبوع، موضوع كان شدني زي ما انا واثق ان هو شد حضراتكم دلوقتي. ربنا يرحمه رحمه واسعه ان شاء الله تعالى. فانا وفاء للعهد، انا كنت وعدت ان اروح اصور، رحت صورت هذا المسجد وعملت افتتاح عالضيق كده مع اهل المسجد واهله، وصورت مع زوجته وصورت مع ناس من اهل البلد اللي هم يعرفوه، ويعني قعدنا شويه في المسجد. وكنت سعيد جدا اني بلبي دعوه اخ توفي وانتقل الى رحمه الله سبحانه وتعالى. وكان يعني المساله كانت مؤثره جدا بالنسبه لي، وديت حسن الخاتمه. دي اللي انا عاوز يفتح مسجد ويموت، يبني مسجد ويفتتح ويموت، حسن خاتمة. غير واحد تاني فتح كباري ومات، غير واحد تاني كان في مخمارة ومات. ربنا يرحمنا جميعا وربنا يحسن ختامنا جميعا يا رب. لكن بقول يا سلام بقى لو نسعى كلنا في الخير، ويا سلام لو يكون آخر عمل لينا في حياتنا بناء مسجد أو بناء مستشفى أو بناء معهد أو كفالة يتيم أو هتبقى حاجة رائعة جدا. تعالوا نشوف المسجد في قرية طوخ مزيد مركز الصنطة محافظة الغربية، وهنرجع تاني عشان أقول لكم برضو بعض التفاصيل المرتبطة بهذا المسجد إن شاء الله تعالى. سهم على الطريق في طوخ مزيد، ونرجع لكم على طول. سهم الإيمان انطلى زلزل قلوب الكافرين. جينا النهاردة قرية طوخ مزيد مركز الصنطة محافظة الغربية علشان نشوف مسجد له قصة مهمة جدا وفيه عبرة عظيمة جدا. هذا المسجد اللي بناه مات بعد ما افتتحه بأسبوع واحد، والحقيقة أن هذا الرجل لم يكن يتمنى شيء في حياته إلا أن يفتتح هذا المسجد. تعالوا نشوف قصة المسجد وقصة بناء هذا المسجد وقصة هذا الرجل الذي توفي بعد افتتاح هذا المسجد بأسبوع واحد. الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين. والوعد لما صدق كان الصدوق كان الأمين. سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين. والوعد لما صدق كان الصدوق كان الأمين. مسلم وسهم الحق عالكدب والشبهات. الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. مسلم وسهم الحق عالكدب والشبهات. الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين. والوعد لما صدق كان الصدوق كان الأمين. أستاذ عبد الهادي عبد العال، يعني ماذا تقول ويعني حسن الخاتمة التي يعني صاحبت المرحوم الذي بنى هذا المسجد تدل أو لها دلالات كثيرة، بماذا تقول؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رحم الله الحاج شناوي على ما قدمه من فعل الخير، وندعو أبناء بلدنا كلهم أن يحزوا حزوا الحاج شناوي في عمل خير. ودلالة الخاتمة بتاعته أن ربنا افتكره بعد ما افتتح المسجد مباشرة بأسبوع واحد فقط، حتى لا يحمل يقابل ربه وهو لا يحمل أي شائبة. وهذه أكبر دلالة على أن الحاج شناوي كان من نسل طاهر، كان يفعل كل خير. وهذا الرجل لما مات عليه رحمة الله تذكرت قول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيه، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله الله؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. كان يخاف الله ويراقبه في عمله،
وكان كل البلد تحبه كلها، وكانت البلد كلها ترغبه لانه كان راجل صالح وكان راجل طيب وكان فاعل خير في كل حتة. ولو اتكلمنا عن الحاج شناوي ما يعني كلام ما يكفيه، لان احنا يعني السن اللي بينه وبينه 26 سنة، طلعت اب واخ وفيه كل الصفات الحلوة، وكان دايما يعطف على الغلابة والمساكين. ابن القرية، ابن تخمزية، لما كانت تبقى واحدة غضبانة كان بيروح يصلحها، جماعة متضربين كان بيقعد ما بينهم وبيصلحهم. لو كان واحد محتاج مبلغ سلف أو واحدة في المستشفى أو أي حد عايز أي فعل خير كان بيقوم به. كان رجل عطوفا ملم بجميع الصلاحيات في البلد، كان علم بالنسبة لتخمزيان. والد وكل صفاته، مسلم ويعرف ربنا، وآخر ما عمله بناء المسجد، فهذه حاجة يعني تدل عن أنه كان راجل يعرف ربنا كل شيء. هذا الرجل أنا أغبطه، لأن من يعني حسن خاتمته تدل على عمله، فكان رجلا عليه رحمة الله نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، كان رجلا طيبا مخلصا، كان محبا للفقراء والمساكين، وكان دائما يفعل الخير. لا أريد أن أطيل في إطرائه، فكفاه هذه الخاتمة أن افتتح المسجد في جمعة، وفي الجمعة الثانية صلي عليه في هذا المسجد وتوفاه الله، فخيركم من طال عمره صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن عمله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل من هذا الرجل الذي حرمه الله عز وجل من الإنجاب، فخلده الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من الله عليه وتفضل الله عليه ببناء هذا المسجد. سم الإيمان انطلع. حق حمامة، أولا البقاء لله وربنا يرحمه رحمة واسعة ونعمة بالله. قولي لي يعني، أنا عارف الموقف مؤثر جدا، لكن يعني لو تحكي لي عن اللحظات الأخيرة في حياة الله يرحمه. كان نفسه يسلم الجامع ويموت. كان نفسه ده من زمان قوي، بقالنا 5 سنين بنبني فيه، وبقى يقول لي نفسي اسلم، وانتم عملنا افتتاح وجبنا طبخ وعملنا فرح، والله لو مجوزة 10 ما كان يكفيني. الشيخ اشرف بقول له هنعزفك النهارده، قال له لا، تاني نفسي اصلي فيه يومين ثلاثه واما اموت ابقى ميت مرتاح، لان هسلم مفاتيحه وسلمت من كل وسلمه من كل من كله سلم، ما خلاش فيه حاجه ناقصه، مسلم عماله ومسلم ورقه ومسلم كل حاجه، مسلم كل حاجه. قولي لي لما جه ابن المسجد، ويعني هو ما عندوش اولاد، دورك كان ايه؟ يعني هل رحبت بالموضوع ولا كنت متضايقه ولا ساعدتيه؟ يعني دورك كان ايه؟ لا بقيت فرحانه والله من كل قلب، قلت له لو عايز تبعد تربح انا فرحان، لان دي بقى حاجه لاخرتنا، احنا ما عملناش حاجه للدنيا خالص، كل اللي عملناه للاخر. بقيت فرحان، احنا اشترينا ال 15 ايراد دولت بعرقنا، الارض دي اشتريناها بعرقنا والله وبشقان، لدرجه ما جيت اقول له نبيع 5 أراضي ملك ورثتهم منهم، قلت له نبيعهم، قال لي لا ما حرمش الغلاب، ليا ورثه هيورثوا فيه. طب اعمل لي حاجه، قال لي لا، اللي هيعمل لك ربنا. حرمني وقال لي لا، اديه شرع الله، ما رضاش يمشي الا بشرع ربنا. فانا ما بقتش زعلانه، كنت فرحانه لانه عارف ربنا. واحدة غلبانة واقف جنبها، واحدة عيانة واقف جنبها، واحدة مسكينة واقف جنبها، كان واقف ويا الغلاب، دايما بيحتف على المساكين والغلابة وعلى كل. يعني لو تحكي لي المشهد الأخير في حياته، يعني لما تعب ولا هو يعني الموت فجأة ولا ما قالش يا دماغ، ويوم الأربع الصبح ما قالش يا دماغ خالص ولا قال أي حاجة، كان بدل النوبة 2 و3 يوم الأربع دي، ولا قال لا دماغي بيوجعني، وانا لو كنت احس ان قال يا دماغي ما كنتش بسكت، كنت بجري على الدكتور على طول، لان هو كان سندي. كنت كان حاسس انه هيموت؟ يعني هل كان حاسس انه هيموت؟ كان حاسس عشان تاني يوم الافتتاح لقيته قال لي هات المفاتيح. لا يا حاج شناوي، المفاتيح هتعمل بها ايه؟ قال هسلم العهده اللي فاضله. قلت له لا، ما تسيبها كمان شويه وواحد يمسك المفتاح، قال لي لا. راح واخد المفاتيح وراح جامع العمال، وكل واحد نسخة من المفاتيح وياك، ورطبوا بعض ورطقوا بعض ونظموا بعضكم، علشان أنا ما ضمنتش إن أنا عايش،
بقول له وانت دايما ماسك لنا ما ضمنتش تعيش. قال ما هي دي سنة الحياة، انا سلمت الجامع وهموت مرتاح. ربنا يجعله ان شاء الله من الصالحين وتقبله عنده. ولكن لو انت دلوقتي هتبعتي له رسالة، لو هو قدامك وهتكلميه وتقول له رسالة دلوقتي، هتقول له ايه؟ هقول له كتر خيره رباني، يعني انا عشت معاه 30 سنة، لا حوجني لامي ولا حوجني لابويا ولا حوجني لاخويا ولا حوجني لاي مخلوق خلق، ولا عمره جه في يوم حاسبني. يبقى الفلوس معايا، كل حاجه معايا، كان كل عمره ما جه في يوم مسك جناح. اقول له يشكر اللي هو يعني حافظ علي، يشكر اللي هو ما خلاش حد يتكلم علي، يشكر اللي هو دراني. والله انا ما انا قادرة، يعني لو قعدت العمر كله اوصف، ما اقدر اوصف جماله فيه. سهم الإيمان انطلع زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق كان الصدوق كان. ربنا يرحمه رحمة واسعة وتقبله عنده في الصالح من الصالحين إن شاء الله تعالى. طبعا لازم طبعا كل واحد ياخد حقه. فمن في ناس تعبت برضه مع الحاج شناوي الله يرحمه في المسجد، وفي ناس ساهمت في المسجد، في هذا المسجد، منهم طبعا وعلى رأسهم رجل الخير المعروف عنه بالخير دائما في الغربية عموما وفي هذه القرية خصوصا، المستشار مصطفى عبيد. المستشار مصطفى عبيد له أيادي سابقة الحقيقة في أي عمل خيري في البلد، سواء في المعاهد الأزهرية أو في لجان الزكاة أو في حاجات كثيرة جدا الحقيقة عملها، منها هذا المسجد. يعني أنا أعلم أنه ساهم فيه أيضا مساهمة، مش شرط تكون مساهمة بدية في البناء، لكن أنا حد علمي أن الأرض أرض هذه المسجد هو ساهم بها أو بجزء كبير منها، يعني على حد علمي. ربنا يجزي خير المستشار مصطفى عبيد. وفي ناس برضو تعبت من الناس اللي هم نسيبه وقرايبه وجيرانه، الأستاذ الحاج فتحي حجاب، والأستاذ أو الحاج الدسوقي أبو سالم، والأستاذ رأفت شكر اللي هو الجمعية الزراعية برضو تعب في أنه يخصص الأرض ليهم، والحاج أحمد الجزاوي، وعائلات كثيرة في البلد يعني كان برضو بيقف معاه في المباني وكده. على أي حال ربنا يجزيهم كلهم خير ويتقبل منهم هذا العمل ويجعله في ميزان حسناتهم إن شاء الله تعالى. طيب معانا فقرة تانية وهي فقرة الحاجة سعدية. الحاجة سعدية ست كبيرة في السن في مدينة أها، والحقيقة مرضها صعب جدا، النصف التحتاني ده تقريبا متآكل، وإحنا كنا مصورين رجليها متآكلة جدا، بس برضو حفاظا على مشاعر حضراتكم ما حبيناش نعرض الصورة. هنعرض هذا الحوار للحاجة سعدية وهي يعني مبتسمة وصابرة علشان تدينا احنا درس في الصبر والشكر، وهي المريضة هتدينا درس في الصبر والشكر، ونفسها في حاجة هنعرف من خلال البرنامج نفسها في ايه، حاجات بسيطة جدا 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 هنعرف. بعد الحاجة سعدية هنرجع تاني لقرية طوخ مزيد علشان خاطر فيه واحد كفيف الشيخ طارق برضو في حوار معاه، وبعدين بعد كده فقرة قرآن كريم محفوظ اللي بتحبوها برضو من نفس القرية. بالمرة قلنا نصور كذا فقرة في هذه القرية، نشوف الحاجة سعدية ونرجع نكمل معاكم الفقرات إن شاء الله تعالى. سهم الإيمان انطلع زلزل قلوب الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. النهاردة احنا مع حالة تجسد فيها الصبر الحقيقة. لما دخلت هنا البيت شفت حالة أمنا الكريمة الحاجة سعدية، رأيت الصبر متجسدا في هذه الشخصية وفي هذه الحالة. أمنا الكريمة الحاجة سعدية 65 سنة مريضة، بقالها 30 سنة رقدة في الفراش حتى تآكل نصفها السفلي، رجلها تقريبا موجودة شكلا فقط، وبالتالي يعني معاناة شديدة جدا عليها شخصيا وعلى الناس اللي بيرعوها جزاهم الله خيرا. جينا علشان نشوف الحالة ونتعلم منها الصبر. وأنا لما دخلت وشفتها يعني لسان ذاكر بشكر الله عز وجل، وجسد صابر على بلاء الله سبحانه وتعالى. يعني رسالة لكل الناس، في ناس موجودة ربما يصيبهم 10% مما أصاب أمنا الكريمة الحاجة سعدية، ولا تجد عندهم 10% من الصبر
اللي بتتحلى به هذه الأم الكريمة. نتعلم منها الصبر، نتعلم منها كيف يكون الشكر لله رب العالمين، نتعلم منها أمور كثيرة جدا، وفي نفس الوقت ربما نستطيع أن نقدم لها شيئا وأن نقدم للقائمين عليها شيئا. عشان كده النهاردة جيت في مدينة أها في محافظة الأليوبية نقدم لكم هذه الحالة. أمنا الكريمة الحاجة سعدية، إزاي حضرتك الأول؟ إن شاء الله تسلم يا ابني وتسلم الوحش، ويسعدك ويبارك لكم وفي صحتك وفي عافيتكم، الله يبارك لكم. قولي لي يا أم الكريمة، أنا وجدت الصبر متجسد فيكي، فعلمينا من أين أتيت بهذا الصبر؟ من عند الله، من عند الله، الصبر من عند الله، وربنا قادر يشفيني، قادر يشفيني ربنا، قادر يكبر بخاطري، كنت زي الفل يا ابني والله، الصبر من عنده، الصبر الصبر ما حدش له هو الصبر. لما دخلت عليك يا أمي لقيتك بتشكر ربنا وبتعلمينا إزاي نشكره على البلاء، يعني لا الحمد لله على اللي يجيبه، راضية، أنا راضية، أنا راضية، ونزدني أكتر من كده راضية برضه، والحمد لله من الليل والنهار البق ما بتقطعش من القرآن خالص، وقناة الرحمة شغالة على طول، اسأل موسارة بره هي شغالة على طول، على طول قناة الرحمة. يا حاجة طمعانة في ايه عند ربنا؟ يعني انت عايش على امل ايه؟ عايش على امل ربنا يشفيني، واقعد نفسي اقعد يا ابني، طلب ان انا اقعد ومشتاتي بس كده، هو ده تحسنني على الحيطان، دي اللي انا طلبه من ربنا، وربنا قادر ينولهوني، يقعد ومشتاتي كده هو زي الطفل الصغير، بس اقوم اقف زي ما كنت بمشي الاول، دي اللي انا طلبه من ربنا. حاجة يعني ايه الحاجة الجميلة اللي بتخليكي وانت عايشة كده تفكري فيها؟ ايه الحاجة الجميلة في حياتك في ماضيكي لما بتستحضريها بتنبسطي وتبقى فرحانة؟ الحاجة يعني احب القرآن، وبحب وعايز اجيب وعايز حد يجيب لي تسجيل اسمع سورة البقرة، سورة ياسين، وسورة الكرسي، نفسي اجيب لي التسجيل يا ابني، عندي رد غمنن بس عايز اجيب تسجيل من هو اللي هو عامل زي الوكمان ده، نفسي في تسجيل يا ابني، واحط تحت ودني كده واسمع الثلاث سور دول. بتحس بايه او بتشعر بايه لما تسمع القرآن؟ بحس ان انا مش عايز اكل ولا اشرب واسمع ليل ونهار قرآن، وحب القرآن قوي، وحب اللي يجيب سيرة النبي وكلام النبي دي كله، ما حبش ولا رأس ولا أغاني ولا أي حاجة زي كده. قولي لي يا حاجة، رغم كل البلاء ورغم كل المرض اللي انت فيه، ما زعلتيش كده مرة من ربنا أو ما خدتيش على خاطرك؟ لا يا زعل من ربنا، لا أبدا أبدا، عمري ما زعل من ربنا، وعمري ده أنا بالليل في الفجر، الفجر يكون ولا أقول لو أقدر كده وأسهرانة، وقعد اقرا قران، اقرا فتحه لام وابويا ولاولادي الصغيرين اللي توفوا واخواتي، وطول الليل على كده. لما بتكلمي ربنا بينك وبين نفسك بتقول له ايه؟ بقول له يا رب يشفيني ويشفي كل المسلمين، ويسعد الناس كلها، واللي عندها بنت تتجوز، ويسعد الناس كلهم، ويسعدني معاهم، دي اللي انا بطلبه من ربنا. وسعادتك في ايه يا حاج؟ سعادتي ازاي يعني؟ ايه الحاجة اللي تسعدك قوي دلوقتي؟ الحاجة اللي تسعدني قوي ان انا عايزة تسجيل. يعني حلم حياتك تمشي التاتي وتقعدي ونفسك في تسجيل؟ هما التلاتة دول نفسي فيه، اقعد ومشتاتي كده هوت، وتسجيل صغير وخلاص، واكلها بملح، والله يا ابني انا طالبة من ربنا اكلها بملح، وامشي واقعد ما كنت بقعد الاول. بتفرحي لما حد يجي يزورك يقعد معاكي كده ويسليكي ويتكلم معاكي؟ سلام، انت عارف لو عيل صغير جنك
عيل صغير افرح ما افرح وابقى مش عايزه يمشي وابقى بقى عايزه اي حد يجي يقعد معايا كده اهو. بالليل بقول يا رب يا رب نفسي حد يجي يقعد معايا. وبعد ورده اقول ايه يلا ربنا بدم ربنا حارسني وحميني الحمد لله. لو هتقولي لي حكى كلمه للمرضى اللي ما عندهمش صبر، يعني في ناس بيبقوا مرضى لكن ربنا يعني ما بيبقوش عندهم الصبر اللي انت متحليه بيه دلوقتي، لو انت وانت مريضه توجهي لهم رساله تقول لهم ايه؟ اقول لهم اصبروا اصبروا، اللي يصبر ينول، كل ما تزور النفر يصبر ينول الخير وربنا هيشفيه ان شاء الله. اللي ما يصبرش ربنا مش هيشفيه، واللي ما يذكرش ربنا مش هيشفيه. وذكر الله احسن من الاكل. انا عندي ما اكلش ولا اشربش واحب القران قوي، واكلها بملح واحب القران. الاكل دوت عندي اخر حاجه اتكلم فيه، يعني شوف لو مر على اليوم كده اكل بجبنه عندي احسن زي ما اكون لحم. بتسمعي يا حاجه ان ربنا عز وجل يعني اعد للصابرين في الاخره جنه، لو انت كده يعني هتطمعي في كرم ربنا تحب تكوني في الاخره في الجنه مع مين؟ مع النبي عليه الصلاه والسلام، مع النبي عليه الصلاه والسلام، واشرب معاه من ميه زمزم، واروح جنه الفردوس، وهو عندي احسن من كل حاجه. ونفسي بقى ان انا بقى ربنا ما يشفيني كده اروح ازور النبي، نفسي ومن عيني ان شاء الله اعمل عمره. طب يا حاجه يعني لو هتطلبي حاجه مننا تانية او المشاهدين، ايه اللي في نفسك تجيبهولك؟ تجيبهولي يعني ازاي يعني عايزه مسند، عايزه انت قلت لي في مخده، في مخده اسمها مش عارفه مخده اسمها ايه كده، مخده طبيه يعني عشان العمود الفقري والحاجات دي، احطها بس في عند وسطي هنا، اترفع بس فوق شويه كده ورجلي المرصره بتلاقينها لي. يعني عايزه مخده وتسجيل. اه ولو ربنا يشفيكي نفسك في عمره؟ نفسي والنبي يا ابني نفسي. يا سلام يا سلام، ده انا اللي طلعني العمره ابوس رجليه. ان شاء الله يا حاجه هنزورك وهنجيب لك التسجيل ونجيب لك المخده، ولو ربنا كرمنا كمان بعمره هنجيب لك العمره وهنكون جنبك ان شاء الله. الله يبارك لك، الله يكبر بخاطرك. زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدى نفسك فيه يا حاجة سعدية؟ نفسي أقعد وأمشي تاتي على الحيطة وتسجيل وكلها بدقة. أمنيات هي بالنسبة لها أمنية غالية جدا، وإحنا مش حاسين بالحاجات اللي ربنا مديها لنا. اللي قاعد مش ما بيحمدش ربنا كده ان هو قاعد، مش عارف ان في ناس نفسها تقعد بس زيه. واللي ماشي على رجليه مش عارف ان في ناس بتتمنى تقف على رجليها وتسند بس على الحيطه. واللي عندها في البيت تسجيل وفيديو وتلفزيون وسي دي ومش عارف ايه وايه وايه وايه، مش عارف ان في ناس حلم حياتها تسجيل وتسمع فيه قران. اعتقد ان احنا يعني ساعات بنكون غلطانين قوي في حق نفسنا وفي حق غيرنا، ومش مقدرين نعم ربنا علينا، فبالتالي محتاجين نتعلم الشكر والصبر، ونعرف اللي هيعرفنا حقيقه النعم اللي احنا بنتمرغ فيها ليل ونهار ومش حاسين الحاجه سعديه والناس اللي بنصور معاهم، بيعرفونا قد ايه احنا في نعم ومش حاملين ربنا عليها. نفسها في تسجيل، مخدة طبية، وعمرة. أعتقد كتير قوي النهاردة هيبعتوا لي رسائل يقولوا لي إحنا متبرعين بعمرة للحاجة سعدية، كتير قوي كتير قوي هيبعتوا لي رسائل النهاردة يقولوا متبرعين بعمرة للحاجة سعدية. أنا واثق في كده وفي ربنا إن شاء الله تعالى. اللي عاوز يشترك في فقراتنا أو يساعد أو يتبرع يبعت رسالة اس ام اس من رقم بلده على القناة دلوقتي، يكتب بس فيها قافلة واسمه ورقم تليفونه، أو يكتب فيها متبرع للحاجة سعدية بعمرة، متبرع بتسجيل، متبرع بمخدة طبية،
اكتب اللي انت عايزه وابعت رسالة من رقم بلدك دلوقتي، وهنروح نصور معاها ان شاء الله، وهنحاول ربنا يقدرها اولا ويقدرنا ان احنا نحقق لها ما تتمنى. دي حاجة. الحاجة التانية، هي مقيمة عند ام سارة، وفيه شقة كده انا رحت صورت فيها اللي هي قاعدة فيها دي، كانت معمولة دار مسنين وكان فيها 7 أمهات تقريبا، في ناس كتيرة توفهم، وكان في مضايقات من أمن الدولة لأم سارة وزوجها ربنا يكرمهم، فهم محتاجين برضو دعم، يعني محتاجين دعم مادي، ومحتاجين حد يمشي في إجراءات ترخيص للدار دي علشان خاطر يقدروا يعني يشتغلوا فيها، ويعني يستضيفوا فيها ناس تانية زي الحاجة سعدية بشكل رسمي. اللي يقدر يتبرع لهذه الدار يدعمها ماديا أو يساعدهم في الحصول على تراخيص أو يوفر لهم يعني إمكانيات التراخيص، هم في مدينة قها، برضو يبعت رسالة SMS على القناة هنا وأنا هوصلهم ببعض إن شاء الله، ونصور ونشوف إيه اللي تم في هذا الموضوع. إحنا بنحاول نعمل خير في طنطا، في أها، في الصعيد، في بني سويف، في الفيوم، في كل مكان. تعالوا نشوف لقطة أو نشوف فقرة جميلة قوي مع أخونا الشيخ طارق كفيف، برضو من قرية طوخ مزيد في الغربية، ويعني كفيف، انتوا عارفين كفيف بيكون له ظروف خاصة جدا، والده فلاح بسيط وهو كفيف، حافظ من القرآن من أول سورة الناس لحد العمران، وعملنا معاه حوار كده بسيط قوي، وبرضو نفسه في شوية حاجات نعملهم له. تعالوا نشوف في الغربية، في الصنطة، في طوخ مزيد، الحوار مع الشيخ طارق، ونرجع لكم على طول إن شاء الله. سم الإيمان انطلق، زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق كان الصدوق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. شيخ طارق ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله، ما شاء الله عليك، صوتك روان. يعني انت الموهبه دي عندك من صغرك ولا حد بيدربك عليها؟ من صغري ان شاء الله. قول لي انت حافظ من القران قد ايه يا شيخ طارق؟ انا لحد العمران، من اول سوره الناس كده وانت طالع لحد العمران. قول لي بقى، بما انك طبعا عندك عذرك وانت كفيف، فاكيد انت متعايش مع القران بشكل مختلف عننا احنا، احكي لي هذا التعايش صفته ايه؟ اولا الحمد لله انا يعني موريش يعني غير القران، والدي يعني واقف جنبي ووالدتي واقفين جنبي يعني وبيقروني وبيعملوا اللي انا عايزه. بتروح المسجد يا شيخ طارق؟ بروح المسجد دلوقتي وبأذن يعني ان شاء الله. ليك نشاط في المساجد، بتأذن وتقرا قران في المناسبات و بتصلي بالناس ان شاء الله. بتصلي بالناس كمان. طب ما فكرتش تكمل تعليمك مثلا، ولا الدراسه بالنسبه لك صعبه؟ لا صعب ولا حاجه، بس انا يعني غويه يعني بحب ادن واعمل يعني لوكل الله. طب قول لي يا طارق، يعني انت نفسك في ايه؟ ايه الحاجه اللي انت نفسك فيها النهارده واحنا معاك في البرنامج؟ يعني نفسي عمره. العمرة ليك ولا عمرة لوالدك ولا عمرة ليك انت ووالدك؟ ليه انا ووالدي. طب قول، العمرة بتمثل لك ايه؟ ليه عمرة بالذات؟ يعني ليه ما طلبتش مثلا ماديات، او ليه ما طلبتش اي حاجة؟ ليه العمرة بالذات؟ ايه عمرة بالذات؟ عشان عايز اصلي في بيت الله الحرام وازور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا يوفقك ان شاء الله. احنا معانا النهارده مع المشاهدين الكرام، اكيد انا واثق ان حد فيهم هيتبرع لك بعمرة، او لوالدك، او لكم الاثنين مع بعض ان شاء الله، وتروح هناك وتدعي لنا وتقرا بقى قران بصوتك الجميل في الحرم باذن الله ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي
يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق الكذب والشهود. لا والله يعني الشيخ طارق كروان يعني يستاهل عمر بصراحة يعني، وربنا يقوي والده عليه. انتوا عارفين الكفيف بيكون ليه يعني يعني خدمة خاصة جدا. ربنا يقوي والده ووالدته، وقال عمر ليا وعمر لوالدي وما قالش والدته. يمكن بقى اللي يبعت للثلاثة مع بعض، يبقى ربنا كرم والدته كمان، لأن الأم بتتعب أكتر من الأب مع الكفيف. يعني هو عاوز عمرة ووالده، يعني اللي عايز بقى يتبرع بعمرة للحاجة أم صار الحاجة سعدية، وعمرة للأستاذ طارق ووالده، يبعت رسالة SMS على رقم القناة رقم بلده اللي بيظهر على الشاشة، يكتب بس فيها متبرع بعمرة لكذا، وأنا هتصل بيه. وأنا واثق إن شاء الله ربنا يكرمنا النهاردة، هم بقوا رزقهم وربنا يرزقهم من واسعة. بمناسبة الشيخ طارق برضو فيه واحد أخ كفيف اسمه عماد حمدي السيد من تلا منوفية، هو نفسه بقاله كام شهر الحقيقة بيتصل بيا، نفسه فيه كمبيوتر ناطق، هو بيحفظ قرآن كريم وعنده حتة أرض عاوز يبني فيها كتاب كده ويحفظ قرآن وكده، نفسه في كمبيوتر ناطق علشان يحفظ عليه القرآن. برضو يا جماعة أرجوكوا يعني لو حد يقدر يتبرع بكمبيوتر ناطق، احنا بقينا بنلم تبرعات ولا ايه؟ احنا بنوصل يعني، لو حد عايز يوصل كمبيوتر ناطق لأخونا الشيخ عماد حمدي. عماد أنا بقول هو عشان هو قبل الحلقة مكلمني وموصيني أهو، يا عماد يا حمدي يا سيد من تلا منوفية، لو حد يا جماعة يساعده بكمبيوتر ناطق نوصلهم ببعض ونروح نصور معاه كده ونفرحه. ربنا يفرح قلبكم وتعملوا الخير على قد ما تقدروا. يعني يا جماعة احنا لسه في أول الحلقة قلنا الحاج شناوي براضي بنى المسجد وتوفي بعد كده، ما حدش ضامن الحياة. حاولوا تعملوا الخير على قد ما تقدروا، ربنا يكتب لكم الخير ويكتب لنا الخير دايما إن شاء الله. طب تعالوا نروح تاني برضو في قرية طوخ مزيد، نشوف فقرة قرآن كريم محفوظ مع في مسجد سيدي عبد الرحمن مع إمام المسجد. والحقيقة كانت دعوة كريمة منه ان احنا نسجل في المسجد عنده، الشيخ أشرف تجريدة من الأئمة المحترمين في هذه القرية قرية طوخ مزيد، سجلنا معهم قرآن كريم محفوظ. نشوف الفقرة ونرجع لكم تاني عشان بقى سؤال سهمك عالي، وهنحاول ناخد النهاردة كام اتصال تليفوني كده في آخر الحلقة، وأرد على الرسائل اللي جات لي على صفحة محبي برنامج السهم على الفيسبوك. في ناس كتيرة بعت لي رسائل واقتراحات كتيرة جدا، هحاول أرد على شوية منها النهاردة وأستقبل اتصالاتكم التليفونية. محبي برنامج السهم على الفيسبوك، اللي عايز يتواصل برضو معنا يتواصل معنا إن شاء الله تعالى. قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى، نشوفها ونرجع لكم على طول. قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع. بنفرح قوي لما نروح قرية من القرى نلاقي فيه بنات أو ولاد بيحفظوا القرآن. النهاردة احنا في قرية طوخ مزيد مركز السنطة محافظة الغربية، وفي مسجد من مساجدها وهو مسجد سيدي عبد الرحمن. بنفرح قوي لما نلاقي بناتنا وولادنا في المساجد في القرى في النجوع في الكفور بيحفظوا قرآن وبيحفظوا كتاب ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف النهاردة بناتنا وهم بيحفظوا القرآن في مسجد سيدي عبد الرحمن في طوخ مزيد مركز السنطة محافظة الغربية. منخافش حد سواك يا ملاذنا والمأوى. قرآن كريم محفوظ، قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى، ومهما يوم حربوه يهدي اللي مرة يتوه بالإيمان يقوى. بنكمل مع حضراتكم فقراتنا
والفقرة اللي بنحبها دايما هي فقرة قرآن كريم محفوظ. النهاردة في قرية من القرى في محافظة الغربية، قرية طوخ مزيد زي ما قلت من شوية. جينا النهاردة لبناتنا في مسجد سيد عبد الرحمن علشان خاطر ناخد عليهم العهد، أولا نشجعهم ونسلم عليهم ونقول لهم إحنا معاكم وبناخد عليكم العهد إن إحنا إن شاء الله لما نحفظ القرآن الكريم كاملا ولما نجتاز أو نوصل لمستوى كويس جدا بعد المسابقة اللي هنعملها اللي هيكسب فيكم هيكون ليه رحلة عمرة. اتفقنا معهم على هذا الكلام، متفقين يا بنات؟ متفقين. حد سواك يا ملاذنا والمأوى قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفى له في البلوى ومهما ارحمنا يا رحمن املا قلوبنا ايمان ثبتنا الدعوة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفى يوم حربه يهدي اللي مريته وبالإيمان. ربنا يجعلنا جميعا من أهل القرآن وربنا يتقبل منا طبعا حفظ القرآن ويا رب كل واحد يحاول يحفظ ولاده القرآن. بنشكر الشيخ أشرف تجريد على استضافته لنا في هذا المسجد العريق. سهمك عالي، السؤال الحلقة الماضية كان من هي الزوجة، من هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تزوجها من مصر؟ هل هي السيدة عائشة، السيدة خديجة رضي الله عنها، ولا السيدة عائشة رضي الله عنها، ولا السيدة ماريا القبطية رضي الله عنها؟ بعت لنا على الإجابة الصحيحة 1082 متصل، يعني 1082 رسالة وصلت بالإجابة الصحيحة. ومعانا الأستاذ محمد من القاهرة يختار رقم من الأرقام اللي اتبعت لنا عشان خاطر يكون هو صاحب الحظ الفائز في هذه الحلقة. أستاذ محمد سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا بك. اتفضل. معانا 1082 رقم فائزين، اختار رقم منهم. 100 إن شاء الله. رقم 100. رقم 100 نشوف يا جماعة الرقم 100 باسم مين.
يكون هو ان شاء الله يفوز معنا بجائزه 500 جنيه مقدمه من شركه الخضر والعسيري الحاج محسن خضر مهندس عبد الله العسيري في 6 اكتوبر. 500 جنيه جائزه. مين اللي هيفوز النهارده؟ مين رقم 100؟ مين رقم 100؟ قدامكم الرسائل على الهواء. نسمه محمد محمد، نسمه محمد محمد ما بعتتش رقم تليفون. طيب انا مش عارف بقى يعني نختار اسم غيرها ولا طيب استاذ محمد معلش، هي 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 مش بعت رقم تليفون في الرساله اللي هي بعتها. احنا دايما بنقول للناس يا جماعه اللي يبعت رساله يكتب رقم تليفونه جوه الرساله سواء متبرع او مشترك في المسابقه. اللي هيبعت دلوقتي رسائل يتبرع لاي فقره من فقراتنا يكتب فيها قافله واسمه ورقم تليفونه جوه الرساله، وبرضه اللي هيجاوب على المسابقه يبعت اسمه ورقم تليفونه جوه الرساله. استاذ محمد معلش اختار رقم تاني. يبقى نختار رقم 1000 ان شاء الله. رقم 1000 من 100 ل 1000 مره واحده كده. رقم 1000 باذن الله. طب رقم 1000 يا جماعه معاكم. رقم 1000 على الشاشه دلوقتي قدامكم الرسائل بتجري. يا ترى مين رقم 1000 هيفوز معانا بجائزه من غير رقم يا جماعه؟ ايه الحكايه؟ استاذ محمد اختار رقم ثالث. يبقى نخليه 1001. 1001 ها، شوف مين 1001. ما هو خلاص يا سيدي، فاطمة عبد الفتاح، أستاذة فاطمة عبد الفتاح هي رقم 1001، هي اللي فازت معانا بجائزة 500 جنيه مقدمة من شركة الخضر والعسيري. نتصل بيها على رقم تليفونها بس ترد علينا، لأن قبل كده كنا بنتصل بناس ما بيردوش علينا وكان في ناس بترد، فعايزين بس ترد علينا والحلقة الجاية إن شاء الله تبعت لنا حد يستلم الجائزة على الهوا سواء زوجك أو من الأردن. ايه يا جماعه النهارده في ايه؟ طيب هي من الاردن، هي ممكن بقى نجري معاها اتصال تليفوني وتقول لو كانت متبرعه بالجائزه للبرنامج او لاي حاله من الحالات اللي بتيجي معانا تقول، لو ما عرفناش نوصل لها هنختار اسم ثالث رابع بقى المره الجايه ان شاء الله. استاذ محمد تخليك معانا الاسبوع الجاي عشان يمكن نختار اسم رابع ولا ان شاء الله. طب معانا اتفضل ايه استاذ احمد من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ احمد؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. من القاهره؟ من القاهره ولا من السعوديه؟ من القاهره يا فندم. اهلا وسهلا اتفضل. اهلا بيك. حضرتك كنت اعلنت قبل كده كان في مستشفى في الزقازيق. عايز معايا مبلغ عايز اوديه صدقه جاريه في المستشفى ده. ممكن اخد رقم حساب وبنك ايه من فضلك؟ طيب حاضر. احنا هو رقم الحساب اعتقد كان 300 البنك الاهلي المصري. 300 البنك الاهلي المصري. البنك الاهلي ايوه المصري. اسمه ايه اللي كان معهد مبارك للاوران. معهد مبارك للاوران. مبارك للاوران بالزقازيق التابع لجامعه الزقازيق. استاذ محمد من القاهره السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. هو برضه؟ انا انت سبتني بقى معلش. انا اقدر اسيبك استاذ محمد؟ الله يكرمك. ده انا اجي لك لحد عندك. الله يكرمك يا دكتور. امرني اتفضل. الحاجه سعديه انا عاوز اتبرع لها ب 500 جنيه. انا ما سامع الاستاذ محمد بيقول ايه؟ الحاجه سعديه. ايوه. عاوز اتبرع لها ب 500 جنيه. ب 500. ربنا يبارك فيك ويتقبل منك. خليك. طيب اوصلهم ازاي؟ لا اما على سرير البرنامج. سيب رقم تليفون حضرتك وانا هوصلك بيها بعد الحلقه. طيب العمره في، انا سامع من المخرج بيقول لي ان الحاجه سعديه جالها عمره وجالها تسجيل، يا ترى جالها في رساله ولا في حد متصل متبرع؟ طيب جالنا رساله باسم، طب قول لي اسم المتبرع بالعمره ايه اتفضل؟ مش كاتب اسمه؟ طيب نرجو بقى ليه اللي يبعت رساله يبعت اسمه ورقم تليفونه. على كل حال هنحاول نوصل له ان شاء الله. مبروك يا حاجه سعديه، انا شايف انا عارف انها بتشوفني دلوقتي وزمان الناس حواليها في مدينه اها. مبروك يا حاجه سعديه، وانا واثق ان ما كانش هذه الرساله هيكون في رساله ثانيه وثالثه ورابعه هيبرعوا لك ان شاء الله بعمره. ابو اسلام من قنا. ابو اسلام وحشني. ازيك يا دكتور؟ هو ابو اسلام اللي انا اعرفه ولا حد ثاني؟ وحشني والله يا ابو اسلام. ابو اسلام. ابو اسلام معايا؟ ايوه يا دكتور. وحشني. ازاي الصحه عامل ايه؟ ربنا يخليك يا رب. طب انت تليفونك تتغير ولا ايه؟ لا انا بتصل بيك كتير وببعت رسائل كتير. ما حدش بيرد. طب ابعت لي رساله النهارده من او سيب رقم تليفون حضرتك بس في الكنترول وانا بعد الهوا اكلمك على طول. خلاص اتفضل. امورنا ابو اسلام. ربنا يخليك. انا بس كنت عايز اسيب لك رقم التليفون عشان بعد بكره او بعد في اي وقت بنكلم بعض. طيب سيب لي رقم تليفون حضرتك بس في الكنترول محمد بعد اذنك. خد رقم تليفون ابو اسلام. جزاك الله خير ابو اسلام، وانا هتصل بيك ان شاء الله بعد الهوا لانك وحشني جدا. ابو اسلام من الناس المحترمين اصدقائنا المحترمين اللي في قنا. مين يا استاذ محمد؟ استاذ علي من الاسكندريه. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ مظهر. اهلا وسهلا استاذ علي. خلي بالك انا بحبك خالص والله. انا خدت بالي، انا كمان بحبك خالص.
يمكن انا كلمتك كذا مره على التليفون، بس طبعا مش هكلمك اللي انا عايزه على الهوا، بس انا بتصل بيك وبقول لك ان انا بحبك خالص. احبكم الله وجزاكم الله خيرا، وانا بعتذر لكل اللي بتصل بيا ما ردش. والله انا رقمي، انا تليفوني بيرن كل يوم بمعدل كل دقيقه مره، فانا قلت قبل كده اللي عاوزني في حاجه ضروريه يبعت رساله علشان خاطر انا بقرا الرساله وبتصل. ويمكن في اخوان ليكوا شاهدين ان بتصل بيهم، ممكن يكون بعت لي رساله من 10 ايام بتصل بيهم. تمام فانا اسف ان كنت ما بردش في وقتها. طب بالله عليك ممكن اوصل لك رساله بس ان شاء الله؟ حاضر اتفضل. الرقم معاك؟ اه ابعت لي رساله والنهارده هقراها وارد عليك. لا رساله على الهوا كده اهو. ابعت لي اتفضل. السلام امانه للشيخ محمد حسان، وقول له انا نفسي ومنى عيني قبل ما اموت ان انا ابوس ايديه ودماغه عشان ما يزعلش من يعني من الحاجه الثالثه يعني. ربنا يطول عمرك ومش تبوس مره واحده، تبوس كتير بقى. ربنا يعزك يا حبيبي كده ويجعلك من اهل الجنه ويجعل اللي انت بتعمله في ميزان حسناتك. ربنا يتقبل منك يا استاذ علي، جزاك الله خيرا. يا عماد، عماد اللي انا قلت حالته الكفيف اللي هو من تلا منوفيه، جاله كمبيوتر ناطق من ام سليم من غزه. والله ربنا يكرمك، بس هتبعته ازاي من غزه؟ يعني ابعت بياناتك يا مسلم، ممكن احنا هنوصلكم ببعض بقى، ويا اما هو يجي لك غزه يا اما انت تجي له القاهره، نتصرفوا مع بعض يعني. ومسلم على كل حال انا بشكرها شكرا جزيلا، بس لو في حد برضه كان عاوز يتبرع لعماد بالكمبيوتر برضه من القاهره يبعت رساله ستاند باي، يعني لو ما عرفناش نوصل لام سليم في غزه يبقى برضه معانا حد في القاهره، يعني الاجر يكون، يعني عايزين يكون في اكتر من حد، واحنا نختار بقى الانسب والاسهل، والباقي مش هنحرمه. اكيد في حالات كتيره مشابهه هيكون معانا ارقام تليفوناتهم، هنوصلهم برضه بحالات تانية مشابهه كتيره ان شاء الله تعالى. بشكركم، لكن بشكركم على استجابه، يعني والله دي حاجه مفرحه جدا ان نلاقي استجابه سريعه كده. فاضل بقى، فاضل مين اللي عايز عمره؟ فاضل الشيخ طارق. والله الشيخ طارق بقى واحنا على الهوا، ربنا يبعت لك عمره كده على الهوا، ولا عمرتين ولا ثلاثه، يبقى ولدتك معاك ان شاء الله. طب سؤال الحلقه الجايه عشان برضو الوقت ما يسرقناش، سؤال برنامج او فقره سهمك عالي في سؤال الحلقه ديت، الحلقه ديت اللي عاوز يجاوب عليها يبعت الرساله. السؤال بيقول ما هي الصوره التي تعادل ثلث القران؟ ما هي الصوره التي تعادل ثلث القران؟ سوره الاخلاص ولا سوره الكوثر ولا سوره الناس؟ ابعت الاجابه الصحيحه في رساله من رقم بلدك او على رقم بلدك اس ام اس، اكتب فيها الاجابه الصحيحه واسمك ورقم تليفونك ما تنساهوش، عشان لو فزت ان شاء الله معانا بجائزه 500 جنيه مقدمه من شركه الخضر والعسيري، نعرف نتصل بيك في الحلقه الجايه ان شاء الله. ما عادش معايا وقت ولا ايه؟ طيب انا معايا دقيقه بس اقرا رساله، يعني طب رساله. طيب انا بس معايا رسائل كتير قوي جايه على الفيسبوك على صفحتنا، صفحه البرنامج محبي برنامج السهم، واللي عاوز يبعت لي اي رساله على البرنامج انا بحاول اجاوب برضه وارد عليهم ان شاء الله. بس ارجو منك ان توصل رساله لشيخنا الحبيب محمد حسان الا ينصت لمن يعوي بان الشيخ محمد يسعى حتى ينال اي منصب. نحن نعلم جيدا من هو الشيخ الحبيب محمد حسان، ونعلم ما مدى حبه لدينه ولرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نتمنى منه ان يسمع لجميع محبيه بان يسمح لجميع محبيه بان يتقدم الى ترشح الرئاسه، لاننا على الثقه في الله انه سوف يطبق شرع الله وسنه رسولنا الكريم. بس هو فضل ان يفضل في مشوار الدعوه، فليكن ما فضله وزاده الله ورعا وايمانا وتواضعا، وربنا يا رب يبارك فيه، امين يا رب. وانا باعلن فعلا ان الشيخ محمد حسان ربنا يبارك فيه، اعلن في اكثر من تصريح ان هو لن يترشح لاي منصب سياسي. ثناء بعتذر رساله بتقول انا لست من اهل القاهره، كيف يمكن لي ان اساعد في القوافل التي تخرج لمساعده الفقراء؟ اي حد عاوز يساعد في القوافل او في الحالات اللي معانا يبعت رساله على رقم بلده، اسمه ورقم تليفونه على رقم بلده اللي بيظهر على الشاشه، وانا هتواصل معاه ان شاء الله. عبد العزيز علي المرسي بعت لي رساله بيقول اعطاك الله الصحه والعافيه يا فاعل الخير، ان احبك في الله. وبعد معاك عبد العزيز علي من قريه الجريده مركز بيه لمحافظه كفر الشيخ. احنا عندنا مشكله في قريتنا، في شهر مارس 2008 جمعنا تبرعات بالجهود الذاتيه، استطعنا ان نبني معهد ازهري اعدادي ثانوي للبنات، لان اخواتنا بيتبهدلوا في المواصلات، وحضرتك عارف اللي بيحصل في المواصلات. المعهد اتبنى 5 ادوار بس واقف على التشطيب، على التشطيب. ربنا يجعل لك يد في هذا الامر، وارجوك انا عايز اتواصل بيك. انا بقول لك حاضر، هنيجي نصور المعهد قريب ان شاء الله، وهنعرض الموضوع على الشاشه على اهل الخير، واللي عاوز يتواصل مع حضرتك من خلالنا هنوصلكم ببعض ان شاء الله.
شوشو أحمد بيقول السلام عليكم، معرفش هي واحد ولا واحدة، بتقول السلام عليكم جزاك الله خيرا يا دكتور مظهر عن الإسلام والمسلمين، خير الجزاء عما تقدمه لنا، وجعل الله جميع أعمالك ونفعك نفعك الله بها في الدنيا والآخرة، وأطال الله عمرك ورزقك الله الإخلاص والتوفيق والرشاد. وبيكمل بيقول أعظم كلمة الله، أعمق كلمة الحرية، أروع كلمة الصدق، أرق كلمة المحبة، أعزب كلمة الوطن، أقوى كلمة الحق، أنبل كلمة السلام، أسرع كلمة الوقت، أطول كلمة الأبدية. أنا بشكرك أو بشكرك على هذه الرسالة. معنا رسائل كتيرة من محمد ضاحي وجيجي ومحسن الشافعي وناس كتيرة قوي، هحاول الحلقة الجاية إن شاء الله أتواصل معاكم. على كل حال بنختم بنقول اللي عاوز يشارك معنا في فقراتنا أو في القوافل أو في المساعدات يبعت رسالة من بلده يكتب فيها قافلة واسمه ورقم تليفونه بتصل بيه. اللي عاوز يجاوب على المسابقة برضو يبعت اسمه ورقم تليفونه والإجابة الصحيحة، وبنعمل سحب الحلقة الجاية إن شاء الله. الحلقة دي بتتعاد بكرة الصبح الساعة 9 صباحا، وموجودة على صفحتنا على الفيسبوك صفحة محبي برنامج السهم. أي حد عنده اقتراح أو عنده سؤال أو عنده مشكلة أو عاوز يشوف حلقاتنا موجودة على صفحتنا محبي برنامج السهم. بشكر حضراتكم على التواصل، ألتقي بكم بإذن الله تعالى على خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهم الإيمان انطلع زل القلوب الكافرين، والوعد لما صدى كان الصدوق كان الأمين. مسلم وسهم الحق على الكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. مسلم وسهم الحق على الكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدى كان الصدوق كان الأمين. الملف قريبا مع ملهم العساوي. هدي الحبيب. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الدرب المضيء ونرقى في علاه ونعنق العيش الهنيء، نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش. يا رب يا Yeah.
سقمي هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي يا من إليه أشار ولك الله.